على هامش اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، السيسي يلتقي الوزراء المشاركين ويؤكد أهمية صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب. عقب اجتماع وزيري الدفاع والخارجية لمصر وروسيا، شكري يؤكد أن مصر تبذل جهودا حثيثة في أزمتي سوريا وليبيا، ولافروف يعلن دعم موسكو للقرارات الأممية حول مفاوضات السلام الفلسطينية. وبعد نقل سفارة بلاده إلى القدس، ترامب يقول إنه يسعى إلى السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، واستشهاد أكثر من 40 شخصا في مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة وعمق العلاقات المصرية والفرنسية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وخلال استقباله رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أشاد السيسي بالتنسيق والتشاور القائمين بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا جهود مكافحة الإرهاب. من جانبه أعرب رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وثيق وعلاقات قوية وتاريخية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور وزارات الشباب والرياضة العربية في المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية. وخلال استقباله لوزراء الشباب والرياضة العرب، أكد السيسي أهمية صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات وتحصين عقولهم ضد الفكر المتطرف، إضافة إلى أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الشبابية من مختلف الدول العربية بشكل منتظم للتعرف عن قرب على خصوصية وثقافة كل دولة. من جهتهم أكد الوزراء العرب ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة أفكار العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الشباب العربي. من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خالد عبد العزيز أن لقاء وزراء الشباب والرياضة العرب مع الرئيس السيسي يؤكد ثقة مصر في أهمية دورهم في إثراء الحركة الشبابية. وخلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته 41، أكد عبد العزيز أن الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة المجلس ساهمت في تبادل الخبرات والثقافات، بالإضافة إلى تأكيد على تأصيل القيم والمفاهيم الصحيحة البناءة لدى الشباب لخدمة أوطانهم. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عددا من القضايا الإقليمية، في مقدمتها الوضع في سوريا وليبيا واليمن والتصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال جلسة مشاورات ثنائية في موسكو في إطار اجتماعات 2+2 التي تضم أيضا وزيري الدفاع للبلدين، ناقش الاجتماع جهود مكافحة الإرهاب وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين في هذا المجال وفي المحافل الدولية المختلفة. كما استعرضت الاجتماعات التحسن المطرد في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة. عقب المباحثات عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية مصر وروسيا، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم موسكو للقرارات الأممية حول مفاوضات السلام الفلسطينية. كما أعرب لافروف عن تقدير موسكو للدور المصري في مساعدة الشعب الفلسطيني. من جانبه أكد شكري أن مصر تبذل جهودا حثيثة في أزمتي سوريا وليبيا، معربا في الوقت ذاته عن إدانة مصر لسقوط الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي. تناولنا في جلسة المباحثات الثنائية وفي إطار صيغة 2+2 الملفات الإقليمية الهامة التي تهم البلدين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي للأسف لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار في عدد من دولها، خاصة سوريا وليبيا، حيث تبذل مصر جهودا حثيثة في هذين الملفين لإعادة الأمن والسلم وتحقيق الاستقرار اللازم للنمو الاقتصادي الذي يطمح إليه شعب البلدين. كما تطرقنا إلى قضايا دولية هامة وفي مقدمتها التصدي للإرهاب. كذلك تطرقنا إلى تطورات القضية الفلسطينية والتعقيدات المتلاحقة التي تعتري عملية السلام والتصعيد الخطير الراهن وتوالي سقوط الفلسطينيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ندينه.
مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي. أهلا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا. بداية، تدعيم العلاقات بين القاهرة وموسكو شهد تطورا ظهر في المؤتمر الصحفي عقب جلسة المباحثات، برأيك ما هو انعكاس هذا التقارب على البلدين وبالتحديد على ملفات القضايا التي تناولاها في مباحثاتهم؟ طبعا بلا شك يعني العلاقات الروسية المصرية وخاصة في صيغة 2+2 اللي هي أصلا بتعطي نوع من الامتياز في العلاقات والتميز اللي هو بلا شك يعني سينعكس بدرجة كبيرة جدا على تطور العلاقات المصرية الروسية. ولا تنسى أن هذا الاجتماع هو اجتماع دوري، وروسيا لا تعطي صيغة 2+2 إلا للدول التي تحظى بعلاقات متميزة مع روسيا، وبالتالي يعني احنا نطمح بدرجة كبيرة جدا في دفع العلاقات بين البلدين للأمام، وخاصة أن هناك العديد من المشروعات المشتركة بين مصر وروسيا والتي تحتاج إلى دفعة سياسية وتحتاج إلى تضافر جهود القيادتين لإعطائها دفعة لتسير إلى الأمام وتبدأ وتدخل حيز التنفيذ. هناك المنطقة الصناعية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات التي من المفترض أن تقوم روسيا بها، كما أن يعني عدد من المشروعات الاستثمارية المتوقعة في المستقبل القريب بين مصر وروسيا. شكرا جزيلا الدكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. يشارك غدا وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا في الاجتماع التوسعي الثاني حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. أوضحت الخارجية في بيان لها أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع التوسعي الأول بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث، معربا عن تطلع مصر لتمكن الاجتماع من تنفيذ توجيهات القادة بإيجاد حلول للعقبات القائمة في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية واستكمال مسار الدراسات التي أكد عليها اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 لتحقيق المنفعة المشتركة. استعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل تطورات مفاوضات ملف سد النهضة والموقف الحالي لمختلف الأطراف منه، وخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بحضور وزير الري وممثلي عدد من الجهات المعنية، بحث الاجتماع تحديد عناصر الموقف التفاوضي لمصر في ضوء انعقاد اللجنة التوسعية غدا في إثيوبيا والتوافق على النقاط التي يمكن طرحها خلال الاجتماع. وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بوضع استراتيجية متكاملة تسهم بشكل كبير في تعميق صناعة أجهزة التابلت محليا، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية. من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الإسكندرية كظهير صناعي لخدمة الميناء، بحيث تشمل العديد من الأنشطة، وهو ما يأتي في إطار العمل على تحقيق أقصى عوائد اقتصادية واستثمارية ممكنة من خلال تدعيم الإمكانات اللوجستية للموانئ المصرية وإثراء قدراتها الاستيعابية. أجرى وزير النقل هشام عرفات جولة تفقدية صباح اليوم في عدد من محطات الخط الثالث للمترو لمتابعة انتظام خطوط المترو وإجراءات حصول الركاب على التذاكر. وخلال الجولة وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات للركاب على مدار الساعة في شباك التذاكر، كما التقى الوزير بعدد من الركاب وأوضح لهم أن زيادة الأسعار كانت ضرورية بسبب خسائر شركة المترو مع ضرورة استكمال خطط التطوير والتحديث. طلب عرفات الركاب بضرورة عمل اشتراكات خاصة، وأن شركة المترو أعدت منظومة متميزة للاشتراكات تم فيها مراعاة البعد الاجتماعي وعدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وفي السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو علي فضالي أنه لا مساس بأسعار الاشتراكات بالنسبة للطلاب. أشار أيضا إلى أن أسعار التذاكر الجديدة أقل من قيمة التذكرة الحقيقية. يعني الأسعار الجديدة بالنسبة للتعريف الركوب، إحنا عندنا لغاية 9 محطات 3 جنيه، لغاية 16 محطة 5 جنيه، أزيد من 16 محطة 7 جنيه. بالنسبة للاشتراكات احنا يعني حافظنا على ان احنا مفيش مساس
باشتراكات الطلبة خالص 33 جنيه لمدة 3 شهور، تقف سعر التذكرة تقريبا في الاشتراك 18 قرش، دي اللي هي الزون 25 محطة، ال 35 محطة 41 جنيه. بالنسبة لزول الاحتياجات الخاصة 22 و27، بيقف برضو سعر التذكرة يعني اراوند 12 قرش. زول الاحتياجات الخاصة التذكرة ب 50 قرش، ما حصلهاش أي مساس خالص. بالنسبة للكبار السن اللي هو فوق ال 60، احنا استحدثنا له اشتراك تقف فيه سعر التذكرة على 75 قرش. طبعا دي مش الأسعار التكلفة، يعني احنا سعر التذكرة اللي هي 3 جنيه احنا واقفة علينا أو تكلفتها علينا 3 جنيه 88 قرش. التذكرة اللي هي 5 جنيه واقفة علينا ب 7 جنيه وربع، تكلفتها 7 جنيه وربع. التذكرة اللي هي 7 جنيه دي بتكلفني 13 جنيه وربع، فدي مش الأسعار التكلفة، بس احنا بنحاول نحرك شوية الأسعار لأن في فجوة كبيرة جدا 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 بين التكلفة عليا كأسعار صيانة وأسعار عمارات وأسعار تطوير. بالإضافة إن أنا عندي أكتر من 618 مليون خسائر مرحلة. كمان أنا عندي عقود في 17-18 عاملها ب 375 مليون جنيه. دي مش ليلها أفتح اعتمادات، ما فيش فلوس. عندي مديونية لغاية 30-4 اللي فات 350 مليون. ده اللي خلانا النهاردة نفكر في تحريك أسعار التذاكر والاشتراكات. قرر رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي افتتاح منفذ لبيع تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق في مقر الجامعة بمدينة نصر، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل الطلاب والعاملين بجامعة الأزهر. أوضح المحرصاوي أنه جار العمل على تجهيز المقر وتأسيسه، مشيرا إلى أن فتح هذا المنفذ يأتي بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق وبدعم من هيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أنه عقب افتتاح منفذ بمدينة نصر سيتم افتتاح منفذين آخرين. للمزيد عن الموضوع معنا عبر الهاتف النائب أحمد علي عضو مجلس النواب، أهلا بك سيادة النائب. مشاهدينا فعلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني كما تابعتم وزير النقل يواصل الجهود في إيضاح أسباب تحريك سعر تذكرة المترو، وهو تحويل الخسارة إلى تطوير هذه المنظومة لتكون صالحة لاستخدام المواطن بالشكل الذي يستحقه فعلا، والقيام بجولات تفقدية في المحطات. كيف تقيمون هذا الجهد هذا أولا، وثانيا دور مجلس النواب في دعم قرار تحريك أسعار التذاكر والذي تأخر كثيرا ما تسبب في تراجع مستوى الخدمة كما ذكرنا، وأيضا المؤسسات التي تحاول المساهمة والمساعدة بتوفير أماكن تبيع التذاكر والاشتراكات؟ يعني فضلاً خليني نوضح الموضوع ده في ثلاث محاور. المحور الأولاني وهو ضرورة تحريك هذه أو تحرير سعر تذكرة المترو من أجل تحسين الخدمة وخلق موارد لمسألة التشغيل والصيانة. حضرتك احنا بنتكلم انه ما يحتاجه مترو الانفاق من اعمال صيانه وتجديد الاشارات 730 مليون يورو. كان حضر وزير النقل ورئيس الشركه المصريه لاداره تشغيل المترو واتكلم عن ما يحتاجه مرفق مترو الأنفاق من تطوير لتحسين الخدمة، وتكلم ان احنا في حاجة ل 730 مليون يورو للتطوير. وفي بعض يعني اضرب لحضرتك مثلا ان الخط الاول دخل في 34 سنة او 33 سنة لم يتم تحديث الاشارات، لدرجة انه حين تم استخدام عدد 20 مترو في 2014 الخط الاول ككفاءة وكجهد وصيانة لا يتحمل تشغيل 2 مترو مكيف بالتوالي. يعني لا. خط المترو ما ينفعش يشتغل عليه خطين مترو مكيفين ورا بعض. حقيقة انه الفكرة كلها ان احنا عشنا حوالي 33 سنة 34 سنة ما فيش اي تطوير. حتى فكرة الزيادة يعني احنا بنتكلم في انه تكلفة التعريفة او التذكرة المترو قعدت ثبت حوالي من 10 سنين ل 8 سنين، ثم قعدت تاني بعد ال 10 سنين 6 سنين، ولكن الزياده جت مفاجاه حوالي 600% واكثر. الفكره كلها ان احنا ما عندناش رفاهيه البديل. نعم.
مرفق المترو هو مرفق حاوي، لو حصل فيه خطا او حصل فيه اهمال اكتر من كده هيبقى عندنا الخسائر خسائر بشريه. حتى الان وزير النقل تقدم بدراسه اكتواريه، اتكلم عن الدراسه الاكتواريه دي ان هو على الاقل محتاج كخطوه اولى محتاج 30 مليار جنيه لبدء اعمال الصيانه، وتقدم بقروض لبعض البنوك للحصول عليها لبدء اعمال التطوير. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني حضرتك بتتكلمي انه تحرير اسعار الوقود، انه تكلفه التشغيل والصيانه اتضاعفت مع تحرير شرائح الكهرباء، حصل في مضاعفه. الاغرب والحقيقي ده حسب عليه رؤساء مجالس اداره الشركه المصريه ووزراء النقل، انه الديون المتراكمه فوق ال 350 مليون جنيه، دي ديون او خسائر متراكمه. انا في تقديري انه عمليه الاصلاح يعني جت متاخره، كان المفروض تتم بفترات وتتم على بشكل مخفض عن كده، ولكن احنا ما عندناش رفاهيه البديل. البديل ان احنا ما نطورش خط المترو وما نطورش الاشارات. مرفق حاوي زي دوت اذا تم الاهمال فيه بالشكل دوت هتبقى عندنا خسائر بشريه. الحاجه الثانيه، التطوير اللي هيتم ده هيقلل معدل التقاطر اللي المفروض ان هو دقيقتين لثلاث دقائق. حضرتك مرفق المترو دلوقتي ممكن معدل التقاطر بسبب تاخر اعمال الصيانه بتوصل ل 10 دقائق ل 12 دقيقه. نعم. وهو المفروض يبقى من دقيقتين لثلاث دقائق. الفكره واضحه، اشكرك جزيل الشكر سياده نائب احمد علي عضو مجلس النواب. صدق وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعات جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من البنين بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، وذلك في إطار مشروع القوات المسلحة لصناعة الأبطال الرياضيين على المستوى الأولمبي والعالمي. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وأعلن خلاله عن شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2018-2019 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوية طبقا لشروط القبول بكل مرحلة. أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة فريان قطب بإحالة ثلاثة مسؤولين في وزارة الصحة، أحدهما مسؤول سابق، للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد تلقيها بلاغا بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية التي قدرت بنحو 800,000 جنيه. وافق مجلس النواب اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي ينص على إنشاء صندوق يقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية لمنع الحوادث بها، حيث تم تشديد العقوبات على المخالفين في بعض الجرائم بالحبس وغرامة لا تتجاوز 20,000 أو إحداهما. في سياق متصل، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مجموعه. افتتح محافظ السويس أحمد حامد يرافقه مساعد وزير العدل محمود علاء نظام الميكنة الحديثة بمحكمة السويس الابتدائية للتيسير على المتعاملين مع المحكمة والقضاء. من جانبه، أكد رئيس المحكمة الابتدائية بالسويس مجاهد علي على أن النظام الجديد يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين المتعاملين مع المحكمة والمساهمة في إنجاز القضايا. افتتحت محكمة السويس الابتدائية نظام الميكنة الحديثة لتصبح أول محكمة مميكنة في مصر، وذلك بحضور كل من اللواء أحمد حامد محافظ السويس والمستشار مجاهد علي رئيس محكمة السويس والمستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل. وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى تيسير العمل مع المواطن والمحكمة والقضاء. في ظل هذا التوجه، أمت وزارة العدل ممثلة في قطاع التطوير التقني بعمل التطوير في محكمة السويس. هذا التطوير هدف كل المواطن وتسهيل إجراءات التقاضي. النظام الجديد يعتمد على أسلوب النافذة الواحدة
والحفظ المميكن للقضايا والتواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق شبكة الإنترنت. طبعا التقنية الجديدة اللي هي بنفتتحها النهاردة في محافظة السويس دي إضافة ومردودها إيجابي جدا على المواطن السويسي، لأن هو بدل اللي كان بيتعب منه من التعامل مع الموظف والإطالة في إجراءات التقاضي، هو احنا دلوقتي بنخليه هو يتعامل مع الشباك الواحد. ويساعد النظام الجديد المتقاضين على الاستعلام عن القضايا دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الخبراء أو المحكمة. الاستفادة ان انا بيسر لك الإجراء اللي كان ياخد منك أيام وطالع المحكمة ونازل من أوضة لأوضة وموظف ده انا ما اعرفش، انت بتقف على شباك واحد بتأيد قضيتك وتدفع رسومك وتراجع أوراقك. جهود مستمرة تسعى جميعها إلى الفصل بين صاحب الخدمة والموظفين لمواجهة الثغرات السلبية، مع تقديم الخدمات بأسرع وقت للمواطنين وتحديد زمن قياسي للمواطن لإنجاز القضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة مسجلة خلال مراسم افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس إنه لا يزال ملتزما بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف ترامب الذي أثار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله السفارة إلى القدس من تل أبيب غضب الفلسطينيين ومخاوف دولية، أضاف أن أمله الأكبر هو السلام وأن بلاده ستظل ملتزمة تماما بتسهيل اتفاق سلام دائم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا خلال المواجهات المستمرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين آلاف المتظاهرين السلميين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب أكثر من 2000 آخرين بجروح مختلفة في ظل إطلاق الرصاص بشكل عشوائي وكثيف على جموع المتظاهرين في الوقت الذي أطلقت فيه المدفعية الإسرائيلية عددا من القذائف باتجاه إحدى النقاط التابعة للفصائل الفلسطينية شمال غزة. ويواصل المئات من المتظاهرين الفلسطينيين محاولاتهم لاقتحام الشريط الحدودي شرق مدينة غزة والدخول إلى الأراضي المحتلة. من جهتها أعلنت الجامعة العربية عن انعقاد اجتماع طارئ الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب فلسطيني، فيما دعت الكويت وفلسطين بعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن. في السياق ذاتها أعربت مصر في بيان صادر عن الخارجية عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان رفض مصر القاطع لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، محذرا من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكد البيان دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وقالت الرئاسة الفلسطينية أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس يخلق مناخا من التحريض والإثارة وعدم الاستقرار. من جهته أعرب الأزهر الشريف عن استنكاره ورفضه الشديد لمضي الإدارة الأمريكية قدما في إجراءات نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، رغم ما لقيه هذا القرار من رفض دولي واسع. ليأتي الاحتفال بتدشين تلك السفارة المزعومة متزامنا مع ذكرى 70 لنكبة فلسطين. هذا ودعا الأزهر الحكومات والشعوب والمؤسسات العربية والإسلامية والعالمية كافة التي تؤمن بقيم العدل والحرية إلى الاطلاع بواجبها القومي والديني والأخلاقي تجاه القدس وفلسطين. أدان النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان الادعاءات التركية بشأن الصلة بينه وبين جماعات تركية معارضة يدعي النظام التركي تورطها في أحداث الانقلاب، وشدد على زيفها وعدم استنادها إلى أي دليل. كما طلب دحلان بإجراء تحقيق دولي مستقل في مزاعم الحكومة التركية بحقه، وأشار إلى أن أنقرة تحاول تضليل الرأي العام بادعاءات وبادعاء إنجازات ومواقف وبطولات زائفة في القضية الفلسطينية في الوقت الذي تنمو فيه العلاقات التركية الإسرائيلية. لم يبقى في هذه النشرة سوى التذكير بأهم العناوين.
على هامش اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، السيسي يلتقي الوزراء المشاركين ويؤكد أهمية صياغة استراتيجيات عربية لاستثمار طاقات الشباب. عقب اجتماع وزيري الدفاع والخارجية لمصر وروسيا، شكري يؤكد أن مصر تبذل جهودا حثيثة في أزمتي سوريا وليبيا. لافروف يعلن دعم موسكو للقرارات الأممية حول مفاوضات السلام الفلسطينية. وبعد نقل سفارة بلاده إلى القدس، ترامب يقول إنه يسعى إلى السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، واستشهاد أكثر من 40 شخصا في مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة. بهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة، دائما نشكركم على المتابعة. إلى اللقاء. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.